كشفت الفنانة نجوى كرم أنها تعيش قصة حب بعد ما سألتها الإعلامية ريا أبي راشد عن سر لبسها للون الأبيض في حلقة برنامج Arabs Got Talent. وقالت شمس الأغنية اللبنانية بحلقة البرنامج: في مجال بتشكوا علينا أن الغرام عيب؟ وأكدت أن الرجل اللي مغرومة فيه خارج الوسط الفني. نجوى تألقت بفستان أبيض طويل ودايما تختار الإطلالاتها للبرنامج لبسها من الماركات العالمية. أما الفستان اللي كانت بارزة فيه فكان من مجموعة المصمم اللبناني العالمي زهير مراد اللي تتعاون معاه باستمرار.